نازل هنتخنق من الحر. واني هنعمل لك ايه؟ ماني فاتحه لك الشباك على الاخر. يعني كان لازم نتسمم كونياك. ما مولع جدتي عيدها نار نار. نقوم نجيب لك القلة تشرب؟ لا هني هنقوم ننام في الحوش. حوش يا ندامة، واللي طالع ونازل يشوفنا. افتحها يا سكينة، يا سكينة افتحها يا سكينة. كنت فين يا ولا؟ وين امك من جنبي؟ كتب انت دلوقتي. كتب ده ايه؟ فهمني ايه اللي حصل؟ محمد يا سندي، يا سي محمد يا سندي. ايه الدوشة اللي انت عاملها دي يا شيخ الحارة؟ قلقت منامنا الى يقلق منامك. في ايه يا سي عطية؟ خير يا اخويا كفلة الشر. في واحد حرامي كان عايز يكسر دكانة الخواجة عزعوزي بسيخ حديد. شافته الولية سنية، زعقت علي، جريت وراه، راح خشش هنا. هو في ايه؟ هيخش هنا يعمل ايه؟ ده المطارح كلها ساكنة، ده يبقى فار واقع في مصيادة. يو ده حتى يبقى حرامي خايف. طبعا احنا يا اخويا ملناش دعوة بحاجة، احنا في حالنا. في ايه يا سكينة؟ اهو ده الحرامي. سكينة انت ازيك وزواقتك دلوقتي؟ انا يا حرامي يا وليا؟ ده ايه صوتنا المدوحسة دي؟ خش يا سيدة خش. طلع حرامي يا ريا،
وكان هيوديني معاه في 60 داهية. أنا ما كنتش مرتاحة له، بس برضو أنا عايزاكي تقفي جنبه. نقف جنبه؟ نقف جنبه إزاي؟ يعني تبيني له إنك متضايقة، إنك زعلان عليه، قال لي يقلب عليكي وعلينا وراح يجيب لنا 60 نصيبة. أنتي تاخدي عيش وحلاوة وتروحي له بيهم على الكراكون، وتعملي نفسك قال إيه متضايقة، وتصعبي له شوية وتنهنهي له شوية. وعندي لك خبر حلو، عبد العال راجع. عبد العال؟ هي الولاء يا اختك دي ما يتبلش بقها فولة؟ يعني عبد العال هنا في اسكندرية؟ ايوه، بقاله جمعتين واكتر. طب وما ورانيش وشه ليه؟ ايه مكسوف؟ ما هو بصراحة قال لي يعني ما اجيبلكي السيرة. وقعد فين؟ قاعد عند اخوه في غيط العنب. شغال ولا عواطلي؟ وانا شعرفني، ما تروحي مطرح ما هو شغال وتسأليه الاسئلة دي. عبد العال يعني عاوزني ندخله وراك ولا ايه؟ عايزه مني ايه يا اخويا؟ ده ما كانش عيش وملح، ازاي تيجي من السفر ولا تجيش تسلم عليا؟ اني لا عايز نسلم عليكم ولا نشوف وشكم. الشر بره وبعيد، ايه اللي حصل بس؟ العيل علي، انتوا بقيتوا ناس اصحاب سيف واغنياء وعضيته في الرمة قوي، واني مش بتاع كده. ما انت يا اخويا اللي رحت وقلت عدود. انت عايز ايه يا سكينه؟ انا ورايا شغل. هنشوفك امتى؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ لازم تقول، ولا امك محرجه عليك ما تجيش ناحيتي. خلاص اشوفك بكره في قهوه مريم. من ساعه ما سافرتي يا عبد العال وهي هتتجنن عليك، وكل يوم دمعتها على خدها. وأمرت العرباج اللي لفت عليه وضيعت عليه فلوسها، خسرت المهلبية من غير زبيب. يو وانت بتصدق برضه؟ ده مفيش في القلب غير ده. كان زمان، كان زمان يا مريم. يعني عاجبك حالها كده من غزها وفرستها وبعد كده عايزاني نرجعوا لها؟ ملكوش الا بعض. كانت تستعنت وجتفل معاها. ما هو الغايب برضه حجته معاه. لازم حبيب القلب عطلها. ده في السجن تلاقيها راحت له تودي له عيش وحلاوه. انا مش فاضيلها، انا هنتكل. استنى بس، رايح فين؟ زمانها جايه. اسمعي يا مريم، اول ما تشوفيها بلغيها ان عبد العال النهارده غير عبعال زمان، وخليها بقى مع العرباجي ده، بكره يعلقها بدل الحمار على العربيه. فين يا بنتي يا سكينة؟ عوقتي كده ليه؟ الجدع استناكي يجي ساعة. نعمل ايه؟ انا لسه جاية من الكراكون. في ايه تاني يا سكينة؟ الحرامي اللي كان يوم اسود يوم ما شفته شدوني في الكراكون من تحت راسه، وقعدوا ياختي يسألوا فيا لحد ما وجعوا دماغي. قلت لهم ان انتي ما كنتيش تعرفي عنه حاجة؟ انا برضو ما رضيتش نشهد ضده عشان ما نزعلوش، بس قلت لهم ان هو كان طول الليل نايم جنبي. لساكي باقية عليه؟ انا خايفة لو قلت عليه حاجة وحشة بعد ما يطلع ينتقم مني، ولا يا اختي دور يلسن عليا. طيب خلينا بقى في الاهم، انت باقيه على عبد العال؟ ولا ما كنتش رحت له البابور وترديته يجي هنا؟ طب اهو الجدع كلف خاطره وجالك وما لقاكيش، ازاي الحل دلوقتي؟ طب قولي لي انت، انا ذنبي ايه في ده كله؟ ليه ما يردكيش ويرجع تاني في ايديكي زي الاول يا بيت؟ تفتكري هيرضى يردني؟ جربي وانت وشطارتك. يا اختي انا غلبت مع الرجاله، مش لاقيه بختي مع حد ولا قادره تستغني عنه. ده انت حكايتك حكايه. وبعدين في الخيل الكدابه دي؟ انت ايه اللي مشاك من القهوه امبارح؟ ايه كنت عايزاني نستنى السفيره عزيزه لحد امتى؟ انت اصلك يا عبده ما تعرفش اللي حاصل. مش الورا سلامه البوليس مسكه، ويا اخويا اتهموه انه حرامي، وابن المؤذيه قال في التحقيق انني مراته. ربنا يهني سعيد وسعيده. وشدوني في الكراكون وطلبوني زي شاهدة، قلت كلمتين للضابط وجاري على قهوة مريم، قالت انك لسه ماشي. اتلطعت ساعة وخلص الكلام بيني وبين صاحبتك، وانت يا اختي مع حبيب القلب. فاشر حبيب القلب ده ايه؟
هو كل من ركب الخيل خيال؟ ده مفيش في القلب غيرك يا عبد. الزبيب ما بيقفش في المهلبيه البارده لانها بتكون ساعد خلاص. اسمعي يا بنت ناس، انا من سكه وانت من سكه، والحمد لله انت مش على ذمتي. اخصى عليك يا عبدو. خلاص السكينه بقت تهون عليك، السكينه اللي ما حبتش غيرك، واللي لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل يخش مزاجها زيك. خلاص خلاص يا سكين، روح انت دلوقتي وشوف وراك ايه. انا ما وريش حاجه غيرك يا عبد. طب خلاص سيبيني كام يوم كده نقعد مع نفسي نشوف هنروق من ناحيتك ولا لا. ماشي. والعيش والملح لازم تبات عندي الليله. تعال الاول لما نعزموك على كاسين يروقوك ويعدلوا المزاج. ايوه يا سكينه، بس انا ما بنحبش المهلبيه الساقعه اللي من غير زبيب. خلاص بقى يا عبد. انتهى راي الوفد الى استشاره الامه في مشروع ملنا، فقد عهد الوفد الاربعه من اعضائه الذين اشتركوا في المفاوضه، وهم محمد محمود باشا، وعبد اللطيف المكباتي بيه، وعلي ماهر بيه، للسفر لمصر على أن ينضم إليهم ثلاثة من الأعضاء الذين كانوا في مصر، وهم مصطفى النحاس بيه، والأستاذ ويسا واصف، والدكتور حافظ عفيفي بيه، لكي يقولوا جميعا لكي يتولوا جميعا مهمة عرض المشروع على الأمة وتعرف رأيها فيه. بس سعد باشا رأيه ايه؟ واحنا مالنا ومال رأي سعد باشا؟ الراجل عاوز يعرف رأينا. الشهادة لله، سعد باشا قبل ما يوافق على حاجة لازم ياخد رأينا. يا جدع، هو في زي سعد باشا؟ ده زعيم الأمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا نفسي نعرفه الجدع ده بيشتغل إيه بالظبط. هما مش بيقولوا بصاحب ملك؟ أنهي ملك؟ في ناس بتقول ولا أعوذ بالله إن في ستات ورجالة داخلين خارجين من عنده. يا جماعة يا جماعة، دعوا الخلق للخالق. ونعم بالله نسيب الخلق للخالق، يعني نشوف الغلط بعينه ونقعده زي النسوان ونقول ربنا على الظالم والمفتري. ما هو الظالم والمفتري دولي هما الفتوات اللي حامينه، عرابي الصوامعي وعبد الرازق. يعني ايه؟ يعني خليك في حالك يا استاذ رمضان. اذا كانت مصر كلها طالعه ورا سعد باشا زغلول ضد الانجليز والحمايه اللي بيقولوا عليه، يبقى احنا مش هنقدروا نقف وقفه راجل واحد وندوسوا على الدود اللي ملا بيوتنا ده. ربنا يهديهم ويتوب عليهم. حتى الهدايه بنطلبها بصوت واطي، خايفين لا يسمعونا واحنا بندعي لهم. يعني عايزنا نعملوا ايه يا استاذ رمضان؟ انتوا مش ناس احرار؟ زي ما كل المصريين طلعوا بصوت واحد ورا سعد باشا، خلونا نبقى صوت واحد ورا الوبا اللي صارح على بيوتنا ده. احنا مش قد الناس دول يا استاذ رمضان، دول ناس وشها مكشوف وشضاليه. خلاص خليكوا عايشين في الشقوق واسكتوا لحد ما يهرسوكوا برجلهم النكسة. ملعونة 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 وستين ملعونة، حتموت كل الحواجيز، حتموت بالخوف مرهونة قدام لو سيرت العفاريت. ملعونة وستين ملعونة، حتموت كل الحواجيز، حتموت بالخوف مرهونة قدام لو سيرت العفاريت. ملعونة دنيا ودين بضمير البني آدمين، مصر دم المساكين المسعورة المجنونة. ملعونة ملعونة ملعونة. يا الله طيب. سنة سنة عشان ما تفتحي. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت مطرح ما كنت، روحي اتخمدي رجالي اخر الليل وتقول لي روح اتخمدي.
كنت فين لحد دلوقتي؟ يوه اقف كلمني هنا. انت بتروح فين اليومين دول؟ عايزة تعرفي بنروحه فين؟ بنغوره من وشك. طب ما تخليك بس صريح كده معايا، لايف على مين قولي؟ وبعد هالك اولية ما تتخمدي بقى. الله، وانت محدش قادر عليك ولا ايه؟ مش كفاية في الحال ولا في شغل وانت عجباك الحكاية نايمة في الخط ومبلطة؟ يا سليوة واستحلتها، كل ما نتكلم تاخدني في دوكة. ايوة ما انت فاتحة لك جعورة. على ايه يا اختي؟ نسوان مين اللي هتعرف؟ ايش ياخد الريح من البلاط؟ طب يلا 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 اقلع هدومك وتعالى اترزع. حاضر يا ريم، هنقلعه هدوم. ايوه هنقلعه هدوم بس مش هنترزع. خلصتي التابلية يا استاذ رمضان؟ طب يا اختي قولي عواف الاول. يوه ما خدتش بالي. ازيك يا فاطمه؟ لسه برضو ما فكرتيش يا سكينة؟ انت ايه حكايتك يا مار؟ ما تشوف مراتك يا استاذ رمضان؟ هي اخويا مش لاقي نسوان يخدموا في البيوت غيري؟ ما تاخديش كلامها بصفة جادة يا ست سكينة. يبقى هزار ماسخ. يوه هو انا يا اختي كنا بنقولك على حاجة بطلة لا سمح الله؟ ما ستات كتير وكويسين بيخدموا يا سكينة. شوف برضو رجعت تقول ايه تاني. انت يا اختي حد قالك اني خدمت في البيوت قبل كده؟ قولي لي يا ست سكينة، هو لما اخذ سي حسب الله جوز اختك بيشتغل ايه؟ ما بيشتغلش. لا امال عايش ازاي؟ ده بيلبس اخر الاجر. راجل مقتدر ويحتكم على قرش. والقرش ده بيجي منين؟ نكونش غلطت في العنوان ودخلت الكراكون. انت يا اخويا هتقعد تحقق معايا على جوز اختي وتسيب الطبليه؟ انا عاوزه نعرف هتخلص الطبليه دي امتى؟ ولا ناخد العربون ونروح نعملها عند نجار تاني؟ يعني بنستغربوا الراجل ده حاطط نقره من نقر ليه؟ عنده حق، ما هو شايفك رايح جاي رايح جاي ولابس يا اخويا ومتقيف زي ولاد الزواج. يا ما قلت لك بلاش العنطزه الكدبه دي، ليهم حق الناس يسالوا ويتقصوا. عامل لي زي حلاوه الموسم اللي ما اشتري يتفرج. الله، هو عيب ان الواحد يبقى متقيف؟ لازم الواحد يبقى معفن عشان الناس يتبسطوا. الراجل ده ما تتكلمش معاه تاني وما تجيش يمته خالص. انا بيني وبينه ايه؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. ولا حتى السلام. قولك ايه بقى؟ وعايزين نقول للناس ان انت عندك 200 ملك في مينا البصل. انت اتجننت يا ريه؟ 200 ملك في مينا البصل وساكن في اوضه؟ اهو الكل عارف ان عندنا مطرح تاني في حاره النجم. انا كل اللي غيظني وفارسني الوليه مراته، كل ما تشوفني انا عاوزه تشغلني خدامه. اقعد بنت المؤذيه. الخدامه ايه؟ لا وتقعد تشوحني بدراعاتها كده، عايزه تبين لي الغوايش اللي ماليه دراعاتها. شفتيهم يا ريا؟ اني هنروح المكتب، مش عايز حاجه؟ كان في زبون النهارده عاوز خدامه، بس عاوز ست كبيره عشان مراته مش عاوزه بنت صغيره. اديته عنوان المكتب بتاعك. عواف يا استاذ رمضان. الله يعافيكي. ايه ده فاطمه؟ واني بنقول ايه النور ده؟ ازيك يا ريا؟ ان شاء الله تسلمي يا اختي. انا عايزاك تعمل لي رف كبير. تحت امرك. هي يا اختي سكينة اختك زعلانة مني ليه؟ اخصى عليكي يا فاطمة، هو انت يا اختي عارفة اننا بنخدمه في البيوت؟ ده احنا احرار ولاد احرار. ده اني بدي نخدموها، اني كنت حنودوها بيت جماعة خواجات قرشهم حلو. ايوه عليكي، ما لقيتيش غير سكينة، ده زعلها الباب مناخير. دول ناس مستغنيين. طب ده جوز الست ريا دلوقتي بيمشي من قدامي ما بيعبرنيش حتى بالسلام. يا اخويا ما بياخدش باله. يوه معذور، السكان عاملين له مشاكل كتيره قوي في البيتين بتوعه. هم فين البيتين دول ولا مؤاخذه؟ في مينا البصل قطعوا بسكانهم. انا عماله نقول له يا اخويا نبيعوهم نبيعوهم ونعملوا مكانهم دكاكين ونكسبوا منهم، يقول لي انا ماليش في الشغل. ليه حق؟ مش واخد على الشقه زينا. نمشي انا بقى نشوف حالنا. قولي لاختك يا ريا ما تزعلش مني. لا يا اختي، انت حد يقدر يزعل منك؟ ده انت يا فاطمه مقامك عندنا عالي قوي. وهيجي يا اختي اليوم اللي نعمله معاكي فيه احلى واجب.
قبل السلطان استقالة يوسف وهبة باشا وعهد لمحمد توفيق نسيم باشا وزير الداخلية بتأليف الوزارة الجديدة. الحق صاحبك اللي اداك يدينا يا سي حسب الله فندي. يا عم السلام ده صادق، ارميه واحنا ندوك تمن ولا ما عدناش قد المقام. الله يرحم ايام اللبدة والمداس. يعني هنسلمه على البرنس يا خي؟ اشتكون انت عشان نستعبروك ونسلمه عليك. حالة نجار ومراته مخدمة. وايش تكون انت بين الناس يا جهر؟ على الاقل انا في ايدي صانع ومراتي عندها مكتب، مش زيك صايع. ده احنا الظاهر هنيجي نقدبوك يا ابو منشار وفاره. الله 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 يا حسب الله، مالك في ايه؟ راجل هلفوت قليل الادب عمال يلقى عليا كلام في الرايحه والجايه. عليا النعمه لنقصروا لك لسانك. خلاص خلاص يا حسب الله حقك عليها، وبعدين ده كان بصفه هزار. يا رمضان مالك ومال سي حسب الله؟ انت مش عارف ده يبقى مين؟ لا على الطلاق بالثلاثة لو محط لسانه جوه حنكه لنكسروه ونكسروا دكانه على دماغه ودماغ اللي خلفوه. اني اني يا صايع. اما الحاجة اما هو ابي خالي. خالي مع مين يا بنت؟ اللي حصل فيه ايه؟ خلاص يا مبديع حصل خير. منبه عليك هاني ولا لا؟ مالكش دعوه بالراجل ده. وانا عبرته هو اللي لسانه طويل. طب اصطبروا عليه شويه واني هنقطع له لسانه ده. حسب الله كيفك؟ مش على قد دماغك ولا بقيتش تتكيف في المكان اللي اني فيه؟ الله ينعل ابو البعيد ابن كلب. من البعيد ده حسب الله؟ اللي مدبقني في الرايحه وجايه ونازل نقوازه. انا مش طايق نفسي يا جدعان. ما خلاص بقى يا سيدي الرجاله. لا ما خلاص، ماني زعقت لك فيه وبهدلتهولك. مش كفايه يا عرابي؟ عاوزني نعمله ايه تاني؟ عايز اخد حقي منه. ايوه، ولو ما كنتوش معايا يبقى انا من سكه وانتم من سكه. ومن سمعك يا حسب الله. انا كمان نفسي نشفي غليلي من الوليه مراته دي. ام مرسان عايزه اقطعه. قال ايه يا اخويا؟ عايزه تشغلني خدامه بعد ما بقيت معلمه، ولو مين باللازي بيعمل لي حساب. كلكم وكلامه الثقيل في السياسه ده كوم تاني بيغيظني بيضايقني. أنا بنقول نروحوا نبلغوا الحكومة وياخدوها أحسن. حكومة؟ حكومة مين يا أبو حكوم؟ حكومة مين اللي عايز تروح تربي نفسك في حضنها؟ إحنا الحكومة. بتعمل إيه الحكومة؟ بتحكم؟ إحنا بنحكم. عندها حماية؟ إحنا كمان عندنا حماية. بتعدم؟ إحنا بنعدم. وخلاص الحكومة حكمت. بس إحنا ما بنموتوش رجالة يا ريا. لو مراته ماشي. هنعمله ايه يا راي؟ كل خير. كنت عايزني في حاجة؟ لا مش تشربي حاجة الأول. أني لسه شاربة شاي قبل ما نيجي. طب بقول لك ايه؟ خدي خلي الفلوس دي معاكي أحسن يقعوا مني. أحيه بقى يا راجل تحطهم في درج البنك في الدكان عشان حد يسهك ويلطشهم؟ كام دولي؟ دولي 54 جنيه، كنا عاوزين ندفعوهم بكرة تمن خشب. طب عايز مني حاجة؟ هتعشينا ايه النهارده؟ أني قبل ما نيجي طبختلك كفتة ورز بشعرية. أيوه
وانت عليك بقى يا سي رمضان الحلو وانت جاي. الله، انت مش هتفوتي عليا عشان نروحوا سوا؟ هنفوتوا نروحوا مع بعضينا يا سي رمضان. خلاص بقى، يبقى لازمتها ايه الفاكهة؟ كفاية انت عليا يا فواكه. يوه، كتك ايه؟ كلامك حلو يا اخويا. ما يعرفش قيمة الحلو غير الحلو يا حلو انت. فتك بعافية يا رمضان. الله يعافيك. ما تعوقيش يا فاطمة. فاطمة، كويس اني شفتك يا اختي. خير يا حبيبتي؟ عايزين يا اختي نقعدوا نعملوا قعدة صلح. ويمين كده يا اختي، زعلانه منك خالص، وكمان سي حسب الله جوزي زعلان قوي من وسط رمضان. يقطعني يا اختي. وعلى العموم ما تزعليش مني يا ريا. انا عليا انا ما بنزعلش، بس انا عايزاكي تيجي معايا لسكينه تقولي لها كلمتين حلوين، برضك احنا اهل وجيران، ولو شفتي سي حسب الله بالمره تراضيه بكلمتين برضك. من عينيا الاثنين. تحب نروح لها امتى؟ البيت. صباح الخير. يسعد صباحك يا ريا. مش عايزه بيت طازه؟ ما تستفتحينا كده قبل ما نروح نسرح. مش النهارده يا سيده، بتاكلي بيت الطازه. استني يا اختي، خدي. عايزه قد ايه يا اختي؟ دولي عشانك انت، واني مش عاوزه بيه. روحي الهي ربنا يستر طريقك ويحميكي وينجيكي من شر الحرام وناس. وقادر يا كريم. البيت. ما تفتحيش ايدك كده قوي يا فاطمه مع اللي يسوى واللي ما يسواش يا اختي. يوه، اللي عنده ما يروحش يا ريا. طب يلا يا حبيبتي يلا. تعالي يا اختي، خش خش اتفضلي. دي ضلمه قوي يا اختي، عشان انت بس اللي جايه من نور. نور الكفايه. خش يا اختي خش. العوافي يا سكينه. الله يعافيك. بنقول لك يا سكينه، فاطمه جايه تراضيكي وتحب على راسك. يا وليا، انا كنت بنهزره معاكي. خلاص فوتوا بعض فارغه بقى، يلا بوسوا بعض. بوسوا بعض. لا، ابوس راسها الاول. خلاص صافي يا لبن. خلاص حليب يا قشطه. ايوه ايوه. يا ساتر يا خش ساتر. خشوا، ما انتوش غلط. الست فاطمه هتجيب لك جوز، هيقول لك حقك عليا يا سي حساب الله. انت عارفه ام بديعه ان قلب ابيض زي البافته البيضه، ولا ايه يا معلم عبري يا سي؟ مظبوط. ده انتوا جيران ومالكوش غير بعض. وبعدين الشهاده لله، لسه رمضان طول عمره راجل طيب ويعرف الاصول، وانت كمان يا سي حساب الله طول عمرك قلبك كبير. دي عين وصابت صدقوني. اللي حصل بناتكو ده وزت شيطان والعياذ بالله، ولا ايه؟ انت عارف يا عبد الرازق، انا من يوم ما سكنت هنا ما بنحبش حد قد لص رمضان. ده انا كل ما نعوز نجيب حاجه ولا نعمل حاجه نقول ده هو لص رمضان. وانا كمان ما رضيتش نعمل الطبليه اللي عنده. وهو لص رمضان كان غلط في حد فيكو؟ ما هو سي حساب الله كل ما يشوفه يعايره بشغله وشغلتي. وهو شغل المخدمه وحش في ايه بقى؟ يخرب يا اختي، فاشر. ده انت اشرف مش شرف. طبعا. وبعدين ما دام جيت لحد عندي يبقى حقك عليا واللي تأمري بيه يحصل. عارفه لو امرتي ان انا اذبح بديعه بنتي هنذبحها. انت بقى لازم تتغدي معانا النهارده. لا يا اخويا كتر خيرك، كده نتاخروا على الدكان. عليا الطلاق بالثلاثه، لا انت بتغديه معانا النهارده. بديع، انت يا بنت عايزه ايه؟ تعالى بنت خدي هنا اهو. خدي هاتي برشه ابيض سمنه وما تعوقيش. حكي ماني عارفاكي. مدخوله بيت. يا سلام، مفيش احلى من القعده الحلوه والكلمه الحلوه واللقمه الحلوه ودوام المعروف، ولا ها يا استاذ فاطمه؟ مظبوط يا معلم. بقول لك يا استاذ فاطمه، انا عايزك تشوفي لي شغلانه كده البت بديعه بس عند ناس كويسين وتكون على ضمانتك. من عينيا الاثنين يا سي حسن.
انت ما بتشربيش لسه، فما تصب لها عبر هذا. لا يا اخويا كفايه، انا لسه ورايا شغل. كفايه ده ايه؟ شرابي شرابي عشان توزني دماغك. ده اخر زيق. اخر زيق؟ عايزين ازازه تانية بعد اذنك يا سكين. حاضر يا اخويا من عينيا. بس يا وام يا سكين الله يسترك قبل ما نخلصوا اكل. ما تاكلي يا اصطفاط، ما انت مكسوفه ولا ايه؟ بصراحه مش قادره بقى، انا هنقوم لحسن اتاخرت. اقعدي. امال الازازه اللي بعتين نجيبوها دي بنجيبوها لمين؟ والحال ده هيفضل لحد امتى يا جماعه؟ ربنا وحده اللي يعلم. البلد خلاص حاله متشابه، وكل حكومه تيجي قلعه من اللي قبلها، وكل شويه يقولوا اصبروا اصبروا. طب هنصبر اكتر من كده ايه؟ وهم همهم حاجه يعني، رائد مثل اللي بياكل الضرب ميزان يعده. عوافي يا استاذ رمضان. يعافيك يا مساح خير. الست فاطمه لحد دلوقتي ما جاتش الدكان، رحت لها البيت ما لقيتهاش، قلت نيجي نسالها. ازاي الكلام ده؟ دي ماشيه من هنا على انها راح المكتب. داني والزباين ملطوعين قدام الدكان يجي اكتر من ساعه. انت هتوغوشيني ليه يا ام الساعه؟ هتروح فين يعني يا استاذ رمضان؟ ما جايز راحت تودي حد لزبون. بس دي عمرها ما عملتها. معلش يا ام الساعه روحي استنيها شويه، يمكن حقيقي راحت مشوار ورجعت. حاضر. يعني انت مش ناوي ترجع البيت وتعيش معايا فيه زي الاول؟ اني بنقول خلينا كده احسن، أنا مش عايز مشاكل. مشاكل دي يا عبده؟ أنا عايز نبقى بعيد. بعيد عن إيه يا أخوي؟ بعيد عن اللي بتعملوه. قصدك الموضوع إياه؟ أيوه. أنا خلاص ما عدتش نقدر. مش ضروري يا أخوي تمد إيدك، أنا عايزك تبقى موجود وخلاص، بس المهم نصيبك ما يروحش لحد تاني. أنا مش عايز. بلاش خيبة، أنت خلاص رجلك جت في الخيم الاول، عايز دلوقتي تبعد؟ يا سكينة يا سكينة، ما حدش بيروح للموت برجليه. لو انت فاكر ان احنا عايشين، قال على رأي المثل اولها عيشة واخرتها موت. يا عم قول يا باسط، ده انت يوميتك ما بتقضكش دخان وشان. ايوه اسمع كلامي يا عبده، يا اخويا اولها زي اخرها، كله محصل بعضه. اشرب اشرب في صحتك. صحتك. والله ما انا فاكر كانت لابسه ايه، بس هتكون لابسه ايه؟ فستان غامق وملاي، انا اللي مغويش منه. الذهب اللي كانت لابساه كتير. الا كتير يا حضر الصور، دي كانت لمؤاخذة ما تقدرش تقيم دراعتها من كانت معادية حد ولا حد معاديها؟ كتير، والطمعانين فيها أكتر. أساميهم؟ أنا خايف نظلمه حد، إن بعض الظن إيه؟ أمال يعني هنجيبوهم إزاي هنا ونسمعوا كلامهم؟ لازم تقولي على أساميهم. كان معاها فلوس قد إيه؟ 54 جنيه ساعة البيت، بس لا مؤاخذة الفلوس دي بتاعتي، أنا يومها إديتها لها عشان تشيلها معاها، والمسار اللي متسايغة بيه أنا اللي شاريه لها. عندك أقوال تانية تحب تضيفها؟ هنقوله إيه غير اللي قلناه ساعة البيع؟ معاك حق، أنت كل اللي يهمك إنك تثبت إن الفلوس دي بتاعتك والمساغ أنت اللي شاريه، ولا أنت عاوز تتهمها إنها سرقت الحاجات دي وهربت؟ معاذ الله ساعة البيع، أنا ما نقصدوش الحاجات دي، أنا بنقول الحقيقة. أنت كنت بتشك في سلوك مراتك؟ أشك في سلوكها؟ ده أنا ما كتبتش عليها ساعة البيع غير لما سألت وتقصت وتأكدت إنها أشرف من الشرف. أيوه يا سعادة البيئة، دي ست تتقل بالذهب. يا سعادة البيئة، أنا بقالي تلات أيام ما بنناموش يا بيئة. ما أنا سبق وقلت لجنابك إن الموضوع ده فيه شبهة جنائية. طب وأنت عملت إيه؟ ما وصلتش لحاجة؟ اللي أنا مستغرب له جنابك إن لحد دلوقتي مفيش أي بلاغ اتقدم عن وجود جثة من جثث الستات اللي اختفوا. هنرجع للدوامة دي تاني يا إبراهيم ونقول إنهم اختفوا؟ مش عارف يا فندم، أنا فكرت في المشكلة دي كويس قوي، بيتهيالي إن القاتل مش واحد. يعني يعني دي عصابة وبيعرفوا يتخلصوا من الجثة. دول لو كانوا بيرموهم في البحر كان الموج حدفهم على الشط. عموما أنا أمرت المخبرين السريين
انه منتشر في كل الاماكن اللي بيتردد عليها الستات بكثره، زي زنقه الستات وغيرها. امرتهم ان يراقبوا تردد اشخاص معينين من الرجاله والستات في الاماكن دي، ويلاحظوا اي محاوله من الاشخاص دول للايقاع بالستات. يا عين يا جماهير يا تعبان المفاد شرك حاضر. شد حيلك يا اسطى رمضان، شد على الراس يا قلبي عنك. يعني لمؤاخذة لو يلزم أي حاجة أعملها، أروح أي حتة أعمل أي حاجة يعني. ربنا ما يحرمناش منك يا سيدي حسن. والله الست مواضيع متأثرة أوي، أصل لمؤاخذة قبل المصيبة دي ما تحصل كانوا متفقين يعني إنهم يروحوا عند سكينة عشان يفطروا. ما تعرفش لمؤاخذة راحت فين؟ نايمة عند الله يا سيدي حسن. طب ما يلزمش فلوس أي حاجة، إحنا إخوات، إحنا إخوات بس رمضان ما تكذبش. هفرم عليك يا حساب الله، ما هيجيبها لرجالها. انا عايزك كمان تعملي زي اول ما تقابليه قولي كلمتين حلوين، ولا اقولك انت زوديها عياطي شويه. انت بتقول فيها داني هنفرفر من العياط ونقع ويسندون نقع ويسندون. بس دي كانت ضربه معلم مننا كلنا، محدش هيفكر ابدا ان لينا يد في اللي حصل. التحريات اللي عملناها بتقول ان فيه ناس شافوا مراتك قبل ما تختفي بشويه كده ماشيه مع واحده لابسه ملايه لف وحط على وشها برقع. محدش عارف هي مين. بيقولوا يعني انها لا طويله ولا قصيره ومليانه حبتين. تعرفش واحده بالاوصاف ده؟ هي انا مراتي زي ما انت عارف بتشتغل مخدماتيه، يعني بتمشي مع ستات كتير من كل صنف ولون عشان توصلهم للبيوت اللي هيخدموا فيها. القضيه اصبحت واضحه وانا شخصيا مقتنع بيها. النجار اتخانق مع مراته شيخة المخدمين، راحت واخده بعضها وطفشت بالفلوس والمساغ اللي هو ادعى انه اشتراه لها. ايه انت مش مقتنع ولا ايه؟ طيب انا هفترض زي ما انت بتقول ان يجوز جوزها هو اللي قتلها، وانا شخصيا هفترض معاك نفس الافتراض ده، لكن كل الشهود بياكدوا انهم شافوها لما فاتت على جوزها في اليوم اللي هي اختفت فيه، والراجل ما سابش دكانه من ساعتها. مش يمكن النجار يكون كلف حد انه يقتلها؟ انت برضه مصمم ان جوزها هو اللي قتلها؟ دي مجرد افتراضات. انت فتشت بيت النجار؟ تمام جنابك، ما وجدتش اي دليل. صدقني يا ابراهيم الوليه دي طفشت. وايه اللي هيخليها تطفش؟ مين عارف؟ مش جايز واحد غواها وطفشت معاه؟ يعني كل الستات اللي اختفوا طفشوا مع رجاله؟ هم عددهم كام؟ حوالي 16. طيب الدايره اللي احنا فيها دي فيها اكتر من 2000 شخص. مش عايز من ضمن الألفين دول 16 واحدة يطفشوا من جوازهم؟ أعتقد إن دي نسبة قليلة قوي في الظروف السوداء اللي احنا فيها دي. مش عارف ليه جنابك فكرة وجود سفاح مسيطرة على تفكيري. سفاح ولا سفاحة؟ لا لا، مفيش واحدة ست تقدر تقتل العدد ده كله لوحدها، وخصوصا إن الضحايا فيهم أجسام ضخمة ومليانة. أنت فاكر إن في راجل يقدر على ست؟ ده قبل ما يقتلها تكون خلصت عليه. هي مين دي اللي هربت يا مارة؟ ده الست فاطمة دي أشرف من الشرف. اخص عليكوا ناس دول نسوق بس قاعدين تجيبوا في سيرة الخلائية ناس يا هم. يا أختي أنت طالعة زي الباروده كده ليه؟ وإحنا بنجيب الكلام ده من دماغنا؟ ما الناس كلها عارفينه. كذب وسجي عماد كذب يوريني في كلهم يا ظالمة. في إيه؟ في أم بديع؟ تعالى يا أخويا اسمع وشوف. قال إيه؟ الست فاطمة هربت مع راجل نهار أسود. نهار أسود؟ حرام عليك. هو انتوا ايه ما بترعوش ربنا؟ ست كمل زي دي والله والله العظيم ربنا باذن الله هيخسف بيكوا الارض. كتر خيرك يا ست ام بديعه. انا مش هنسى جميلك ده ابدا. جميلي بس يا اخويا، ده الناس لبعضيها. مش كل الناس يا ست ام بديعه، اديكي شايفه عمالين ينهشوا فينا ازاي. يا اخويا هواني سكتت لهم؟ داني خرست لك لسان. ربنا يديم المعروف. حقيقي الناس ولاد الاصول ما بيبانوش غير في وقت الشده، وانتوا الحقيقه نعمة الناس. يا اخويا ما فيش اخبار عنها لسه. انا ما بقتش عارف اروح فين واجي منين. ايدك معانا يا ست ام بديع ودوري من ناحيتك. يا لهوي ده احنا اهل من عندي قبل العندي يا اخوي.
وانا وعود بخور وعودنا حلم الضنا بين الطيور ممنوع يغني غنوته ممنوع يغني غنوته الا اذا دور حتى في أمور النسب مفيش جريمة ترتكب من غير سبب ولا فيش وليد بيتفطن ولا فيش وليد بيتفطن على شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.